لك اهلا اهلا نوري، تتفضل. لك شهر كيفك؟ حبيبي يا شهر، زعلان منك انا. حقك. ولا انا باخذ لك كل اخبارك من المدام، مدامتي بتخبرني كل شيء عم بتشوفها لمدامتك صبحيه وما صبحيه. وليه يا ازعار؟ ليش مش عم تسال عنا؟ قديه صار لي ناطرها زياره معقول راسك؟ اذا بقول لك قد عم بشتغل عم بخبط، قديه صلي مش شايفكم انا؟ صحيح. بنوتك كيفك زلعان؟ حبيبتي بتجنن بتجعت، ها؟ لا تشوف قديه صار لك منك جاي لهوني. كبرت وصارت يخزل عين، اسم الله عليها. هلا بتجي من المدرسه بعد شوي. ها وصلت حبيبتي بابي قربي فروحه. تعي فرح حبيبتي. ولا طارق شو هيدي؟ هاي دادي. صارت قد الشنطير نغزل عين. كيفك؟ تمام الله يخلي لك اياها. شو باي صف صرتي؟ 17 سنه. لا عم اقول لك اي صف صرتي هلا بالمدرسه؟ ايه 17 سنه. طب قد ايه عمرك؟ بالترمينال سنه ترمينال. شو أكتر مادة بتحبيها هلأ بالترمينال بالمدرسية؟ شو؟ كثير محرج هذا السؤال عن جد، إنه ما في فرق بيناتهم، بحب ماما وبابا قد بعض. حبيبي حبيبي فرق شوي ده، بتحكيها من الشرق بترد عليك من الغرب. شو بها؟ طول بالك بعدها بالترمينال البنت، طول بالك عليها شوي. شو ترمينال؟ ترمينال المفروض تكون بلبل عربي وإنجليش وفرنسي، المفروض تكون نغل. شو؟ معك حق، بس هيدا ببلد طبيعي عادي، مش ببلد مثل لبنان كل يوم في ضربة سخنة. اضراب وضرب سخن. ولك من اول ما بلشت المدرسه لهلا كلهم على بعضهم بيطلعوا شي 20 يوم اللي درستهم. روق بالك عليها نتفي كمان انت. قولي ماما. ماما اغسل عين الله يخليك. قولي بابا. قولي بابا. قولي بابا. بابا حبيبتي انت برافو. هيدا شو؟ هيدا شو المضوي هونيك؟ دوم اغسل عين الله يخليك.